انا قصي بحبه وشو ما عمل. فاذا هو يعني ما بده يستلم لا يستلم معناته صح. وانا بحبه لقصي كتير. ابني بالزير سالم. فياتي معركه كنت يا شيبون. ولدي متى ستكفين عن معاملتي كطفل صغير؟ الا تعرفين اننا في حرب وانك يمكن ان تفقدي اي واحد منا في اي لحظه مثل ما فقدت شيبان. شيبون سيف من هذا؟ كان مع اخيك شيبان. اذا فهو سيف الزير. انه لي اريده. واين سيفك؟ السيف يجب ان يكون لي. خالي اقصد. ما هذا الذي تقوله يا ولد؟ خالك الزير قال لك؟ هل كنت عنده؟ أترين هذا السيف؟ إنه سيفه وسأقتله به ذات يوم. كان علاقة رائعة جدا وهو ما في أطيب منه بالعالم. كثير بينحكى أنه هو ظريف كثير. ظريف كثير وبالحياة. ظريف جدا جدا جدا. يعني كان مثلا وقت يعني مشاهد هيك فيها لأنه تعرف باللغة العربية الفصحى هو كان يكرهها. ايه يكره المشاهد يعني باللغه العربيه الفصحى يكرهها قصي. يقول لي بدي ركز انا على اللغه العربيه الفصحى ولا بدي ركز على التمثيل انا. فقضينا شهرين هيك يعني رائع جدا جدا جدا. بحسه مثل ابني لقصي. بحبه شو ما عمل. ايه شفته عمل هلا عمليه عرض حنكه وشفت الصوره ولا يمكن شفتها يمكن شفتها. عم لك بحبه بجميع الاشياء. خلص حبيته كمان. ايه قصي بحبه كثير. مع حنك عريض ومع حنك وبلا حنك. ما فكرت انت شي مره تغير شيء هيك تعمل لك شيء قصه شي عامله؟ كنت مثلا بطلع اتسافر مثلا اولادي مثلا بالمانيا. ايه مثلا شوف محل مكتوب عليه تاتو. اها قول لهم انا فايت اعمل تاتو. بابا بابا